ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أخي أنت مش عارف إيش قصتك، عمال أقول لك اتكلم بقالي أنا داير. بيظهر عندي إن أنت شايفني. يا عم أنا مش مشكلة إن أنا أشوفك، أنت سامعني طيب؟ لا، أنا سامعك كويس، بس أنا الصورة مش واضحة عندي إن أنا شايف إن أنا يا موجود عم معاك. مش مشكلة تشوفني، قول لي المشكلة اللي عندك إيه؟ أنا شفت رؤية عايز أحكيها لحضرتك. قول. طب انا الرؤيه دي شفتها امس. انا كنت انا في الرؤيه شفت ان انا والدتي بحذفها، يعني بحذف عليها كرات من العجين، عجين طيب. بحذفه عليها في وشها. هم. بعد الرؤيه دي هي انزعجت جدا واتضايقت جدا، فقالت الولد ده لازم نوديه حد يقرا عليه او حاجه. هم. اخذوني مكان، المكان ده انا ما اعرفوش تماما. فبعد ما اخذوني المكان ده ما شفتش حد بيقرأ أو شيء، بس اتفاجئت إن أنا جسمي بيخرج منه سحالي اللي هي لونها أزرق. هم. وبعدها بعد ما السحالي دي طلعت من تحت الملابس، يعني طلعت من تحت ملابسي، ماشي. بعدها على طول شفتها بتتحرك في المكان لونها أزرق. وبعدها أنا يعني رجعت دم ومعاه صراصير لونها أحمر ودم لونه احمر فاتح. طيب ماشي. وبعدها مش عارف ايه اللي حصل، او انا صحيت من النوم او حاجه، مش عارف ايه اللي حصل بعدها. صليت الفجر النهارده؟ لا طيب صليت العشاء؟ طب صليت صليت المغرب؟ المغرب صليت المغرب طيب صليت العصر؟ لا انت ماشي على سطر وبتسيب سطر يعني، صح؟ بالظبط بالظبط. طيب بص يا سيدي الكريم، اول حاجه مساله انك انت تمشي على سطر وتسيب سطر ده هيوقعك في مشاكل كتيره جدا انت في غنى عنها، تمام؟ هيوقعك في اضرار انت برضه في غنى عنها. تمام ويعني طبعا اكيد انت عارف ان المؤمن يعني بيقول لك المؤمن كيس فطن. يعني كيس فطن بمعنى ايه؟ يعني بيدرك حقائق الامور من سيئها. تمام فانت يعني انت مصاب بهذا من جن من الاخر كده. الله أكبر. فانا دلوقتي طالب منك طلب، هل انت اتفضل. تحافظ على الصلوات المفروضه فوقها؟ بصراحة لا. طيب انا لو انا دلوقتي ان شاء الرحمن الشيطان اللي موجود منك ده اتسحب وخرج منك، هتصلي الصلوات في اوقاتها؟ يا رب نتمنى من الله الهداية ونتمنى من الله الاستقامة. انت استعين بالله كده وحاول أعوذ انك بالله انت يكون عندك النيه صادقا، يعلم من الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما اخذ منكم. أمين اللهم يا رب. اشف عبدك ينفع عدوك ويمشي الى صلاه. في حاجه في جسمك بتتعبك؟ زي مثلا عندك عندي الام في أنا في الكتفه، ألم، صح؟ عندي ألم في ظهري دايما مستمر، فين حته الالم؟ ورا في كتفي من الخلف كده، كتفي اليسار وورا كتفي اليسار. زي ما قلت لك الام في الاكتاف. حلو قوي. مظبوط. شوف يا سيدي، تفضل. قول اعلم ان الله على كل شيء قدير. أعلم أن الله على كل شيء قدير. اعلم ان الله على كل شيء قدير، أعلم أن الله على كل شيء قدير. وان الله قد احاط بكل شيء علما. إن الله قد أحاط بكل شيء علما. اعلم ان الله على كل شيء قدير، أعلم أن الله على كل شيء قدير. وان الله قد احاط بكل شيء علما. إن الله قد أحاط بكل شيء علما. قول بسم الله 3 مرات. بسم الله بسم الله بسم الله بسم كمان الله مرة بسم بسم الله. الله بسم الله. قل حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. حرك كتفك دلوقتي، هتبص تلاقي كتفك طقت وما فيهاش ألم أيوة. إن شاء الله. أيوة فعلا كتف سمعت طقت. الطقة؟ أيوة أنا سمعتها. عايزك بقى تسجد كده ركعتين شكر لله جل وعلا إن الشيطان اللي كان ماسك كتفك خرج منها. اللهم حلو لك الكلام؟ الحمد. تمام وعايزك دلوقتي تتمشى كده في الشقة اللي انت موجود فيها، وعايزك تعمل دراعاتك كده وترجعها لورا، ثم بعد تمام ذلك تعمل كده، ثم بعد ذلك تعمل كده، وشوف في ألم في جسمك ولا لا. تمام هتلاقي كأن جسمك يعني بص خف الريشة. جرب يلا دلوقتي. جسمي كله بيطاق شيخ، يعني انا ايوه حتى دراعي مرفوعه وجسمي كله بيطاق. طقطق طقطق عادي عادي، خليه طقطق كله. كل ده عقد على فكرة، تعرف ان بيقول لك ومن شر النفاثات في العقد، فكل مظبوط. الطقطقات دي تفك العقد اللي موجودة عندك. اللهم لك الحمد. وانا شفت الرؤيا دي بعد ما جيت من مكه. والله يا دكتور انا يعني احنا مقيم في السعوديه وكنت بعمل عمره والله، فالحمد لله اه احنا
بنعتمر لله سبحانه وتعالى، بس المشكلة إن إحنا مقصرين بس في الصلاة، فربنا يا رب يا يثبتنا يا باشا رب. انت، يا باشا انت تحمد ربنا سبحانه وتعالى ان ربنا اقامك في هذه الارض المباركه. اللهم لك الحمد. تحاول دايما انك انت بص كل فتره تروح تعمل عمره، لان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن العمره انها بتفتح ابواب رزقه كلها. اللهم لك يعني الحمد. تلاقي ان بص امورك معقده، روح اعمل لك عمره تلاقي ان الدنيا فتحت من حيث لا تحتسب. اللهم لك انت الحمد. الان حرك جسمك مش هتلاقي اي الام ولا اي تعب موجود يا رب عندك نهائيا. يا فانا رب. عايزك بس انك انت تستعين بالله جل وعلا وحافظ على الصلوات المفروضه عشان ما يتكررش معاك التعب. انا اسالك دلوقتي سؤال، اتفضل. الألم اللي كان موجود في كتفك ده كان بقاله قد ايه؟ بقاله فترة سنتين؟ كبيرة معايا، ممكن أكتر من سنة وسنتين ممكن. ده طيب يعني حلو قوي. الموضوع مزمن معايا من بدري. طيب حلو قوي. انت دلوقتي شفت عشان تعرف ان ربنا سبحانه وتعالى قريب منك بيستمع اللهم للدعاء، انت دلوقتي اللهم يعني ايه ذكرت ربنا سبحانه وتعالى، والله الحمد عز لله. وجل يقول انا جليس من ذكرني. تمام تأمل ان ربنا سبحانه وتعالى مجرد انت ما لجأت لي وقلت يا رب انك انت عايز يا تخف رب وتشفى من عقد يا رب. الشيطان، شفيت تمام تماما وجسمك خف. يبقى تمام يستحق، يبقى استحق نفسك بقى العبادة، تستحق انك انت استحق العبادة تقف قدامه في العباده ولا لا؟ حافظ على مظبوط، الصلوات استحق المفروضه عشان ربنا يفتح لك ابواب الخير. يا رب شرفت يا بيك. رب. شكرا، مع سلام عليكم. السلامه يا استاذ، مع السلامه. بدعي لي بقى وانت بتعمل العمره. الله يوفقك، الله يصلح حالك يا رب. جزيك انا بحس حالي انه محسود وهيش تعبان بس كده؟ بس كده. انت منين؟ حلب سوري. كم عمرك؟ 36. ايه صليت الفجر النهارده؟ لا صليت. طب صليت العشاء؟ لا لسه. اذا لا صليت الفجر ولا صليت العشاء، صليت المغرب؟ ايه طب بص يا استاذ، صلي على النبي. اللهم صل على أول حاجة أنت لازم إنك أنت تطهر جسمك، وجسمك مش هيتطهر إلا إذا كنت أنت محافظ على الصلوات المفروضة في أوقاتها، خصوصا صلاة الفجر. صلاة الفجر النبي صلى الله عليه وسلم بيقول بشر المشرقين في الظلمات بالنور التام يوم القيامة، والله يقول ومن لم يجعل الله له نور فما له من نور. أنت بتطلب النور، النور ده إيه؟ بينزل على جسدك كده فبيشع، فلما النور يشع من جسمك معناته إن الظلام اللي موجود، أو بمعنى صح الشياطين اللي محيطة بيك، تتلاشى تهرب منك، فاهمني؟ فانت عشان تبقى جسمك نشط تحاول تحافظ على الصلوات المفروضه في اوقاتها، اتفقنا؟ اتفقنا إن شاء قول الله. بسم الله كده، قول بسم الله كمان مره، بسم الله كمان مره بسم الله. بسم الله دلوقتي هتبص تلاقي ان في نفضه في جسمك حصلت. مضبوط. بعد النفضه ديت هتبص تلاقي دلوقتي في بروده كده كانها بتقترب من الجلد بتاعك. مضبوط. الآن هتبص تلاقي إن في تعرق في أطراف إيدك ورجلك، حط كده إيدك هتلاقي في تعرق ابتدى يظهر، أو إن في رطوبة كده فيهم الاتنين. مضبوط. الآن يا أخي الكريم قوم امشي، هتبص تلاقي إن كل التقل اللي كان في جسمك اختفى. قوم امشي. مظبوط. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، وقوم صلي العشاء والصلوات المفروضه في اوجاتها، لان ربنا سبحانه وتعالى بيقول في كتابه الكريم ان الله يدافع عن الذين امنوا. معنى انك انت مؤمن معناته ان الدفاع هيجي لك من من؟ من الله. واذا دافع الله عز وجل عنك مفيش اي شيطان على وجه الارض يقدر يقترب منك على بعد 1000 كيلو. فاهمني؟ الله يجزاك الخير يا شيخ. وإياك. شرفت بيك يا استاذ، خليك متابع.